أونيسي تريكي تعلق بحرفة الحدادة الفنية منذ فترة شبابه حتى يومنا هذا. زرناه بورشة التلحيم في بلدية صدرات ولاية سقاراس. بعد تلحيم كل أجزائه وأشكاله، يقوم هنا بوضع آخر اللمسات على باب من حديد صممه بطريقته الخاصة، حيث من المرتقب تثبيته بمدخل روضة الشهداء في سقاراس تزامناً وستينية عيد الاستقلال والشباب. كان يقال نخدم في باب مدخل لروضة الشهداء بولاية سقاراس. حاولت من بين مقام الشهيد في الجزائر العاصمة، حاولت نخرج منه باب ويكون في الهيئة هذيك، في التشكيلة هذيك تاع مقام، ويركب ونديروا مقبرة الشهداء. وهكذا كما كانت الفكرة في راسي، هكذا خممت حتى أنا رسمته. على كل حال رسمته، درت الرسم الأول. هو صاحب الأفكار المميزة، فمختلف رسوماته يحولها بكل إتقان إلى هياكل من حديد بلمسة فنية. راهي روضة للشهيد، نتحفوها وعلى هلا نتحفوها. كاين ديزارتيست، كاين بزاف فنانين تبدع وتدير وتخدم. تشجيعات والله بكل صراحة من طرف سيد الوالي، والي ولاية سقاراس، شافني في معرض يناير وشاف واش عندي كومباغاج تاع لي شيما النماذج هذيا، يعني وعجبوا الحال بزاف وعجباته. حرفي طموح يستخدم أدوات بسيطة ليرتقي بإبداعاته في مهنة فن الحدادة والتلحيم.